برج الثور ليش بتخاف من الحب او ليش بتخافي من الحب؟ بقدر برج الثور يحب من كل قلبه ويعطي كل عواطفه وكل إشي هو حاسس فيه. بنفس الوقت خوفه من الحب او العلاقة العاطفية اللي ممكن انه يدخل فيها انها ممكن انها تضعفه، يعني انها ممكن تشغل باله لاشياء، ممكن تشغل باله باشياء تانية، بطل يقدر يركز بالشغل او بطل يركز باهدافه وطموحه. فهذا الاشي اللي بخوف برج الثور بانه ينشغل عن حياته المهنية بالحب والعواطف، لانه جدا الحب والعاطفة بتأثر على حياة برج الثور. فهنا بيصير اذا حس حاله ضعف ببطل يعرف يرجع يبني حياة جديدة، في حال اذا مثلا ما زبطت هاي العلاقة معه كيف بده يرجع لحياته المهنية، يرجع يبني من جديد، بده ياخد وقت كتير ليقدر يرجع لحياته الطبيعية. نشوف برج الجوزاء ليش بتخاف من الحب. ما بخاف كتير من الحب برج الجوزاء، بس بخاف من اتخاذ قرار بمسار العلاقة، انه لوين رح توصل العلاقة، لوين رح توصل. طب عادي وين ما توصل توصل، على فكرة تقدر انت توصلها للمكان اللي انت بدك اياه او اللي انت بدك اياه بمسار العلاقة. بخاف انه ياخد هاد القرار ويطلع غلط احيانا، مثلا يكون هاد الشريك، انا حبيت شخص برج الجوزاء، انا حبيت شخص، بيخاف انه هذا الشريك يطلع مثلا ما بيستاهل هذا الحب او ما بيستاهل الاستثمار في العلاقة، فبضل خايف طول الوقت يا ترى هو بيستحق اعطيه هاي المشاعر كلياتها ولا لا. هون بيكون في عنده شوية تردد برج الجوزاء في انه يكمل في مسار هاي العلاقة او لا، وانه يختفي منها او يضل فيها. بخاف انه يضل فيها وهو طول الوقت حاسس حاله انه هو تعبان ومش مرتاح ابدا بهيك علاقة، لهيك بحاول دائما يفضل انه يكون لحاله لفترة طويلة، بلاش يخرب الدنيا ويفوت في علاقة هو ما يكونش قدها. شوف السرطان ليش بتخاف من الحب يا برج السرطان. اكثر اشي بخوف السرطان بالحب هو انه ما يكون متوفر فيها عنصر الامان. اهم اشي بعلاقة الحب لبرج السرطان يكون فيها متوفر عنصر الامان، بخاف انه يختفي هذا العنصر من العلاقة. كمان بخاف من الاشياء القادمة بهيك علاقة، بخاف انه يفقد احساس بالاستقرار او الاستقرار العاطفي. بقول لك هذا الشخص ما بعرف هو رح يأمن لي الاستقرار العاطفي بالعلاقة او لا، لهيك بخاف انه يخوض في علاقة حب مع حدا وبعد وقت يخذله ويختفي. دائما سقف توقعاته بالشريك بتكون برج السرطان، سقف توقعاته بتكون كتير قليلة او متدنية لحتى ما ينخذل او يصطدم صراحة بإشي يكون هو مش قد هاي الصدمة.